كيفية تجنب أخطاء السوفتوير على جهاز الآيفون؟ حلقة اليوم تحمل لكم الإجابة. التواصل الاجتماعي والتسامح في شهر رمضان الفضيل وأثره على توطيد العلاقات الاجتماعية. مدى تأثير الظرف الاقتصادي الراهن على عاداتنا في شهر رمضان؟ في حلقة اليوم نناقش الموضوع. صباح جديد على كل المشاهدين والمستمعين في صباح جديد يوم جديد من قناة النبأ. صباح خير عليكم في طريق عملكم وفي بيوتكم وفي كل مكان تشوفوا فيه شاشتنا أو تستمعون لنا عبر أثير الإذاعة. يومكم طيب إن شاء الله. هناك بعض المشاكل التي تحدث عند تحديث الآيفون بإصدار جديد قد تتسبب في فقداننا لأجهزتنا، ولتجنب هذه الأخطاء ومعالجتها معنا في الاستوديو المهندس رامي فؤاد. صباح الخير رامي، كيف حالك اليوم؟ الحمد لله تمام. الحمد لله بخير. في البداية خلينا نعرف الأخطاء اللي تحدث في يعني في السوفتوير بالنسبة للآيفون والآيباد. طيب مبدئيا خلينا نقول شنو هي يعني شنو معناها الاخطاء. الموضوع هذا مبهم شويه بالنسبه للمستخدمين. طبعا مهندسين الصيانه ومهندسين السوفت وير يعرفوا شنو معناها الاخطاء او لما يطلع لك ايرور اثناء سوفت وير الايفون. انت الايفون عاده زي ما نعرفه او يعرف جميع المستخدمين كل فتره ينزلوا في ابديت جديد، كويس؟ عفوا، هو الجيل بريك هذا نفسه ولا لا؟ الجيل بريك هذا كسر لحمايه الايفون. وفي جزء خاص بموضوع الجيل بريك حنتكلموا عليه. تمام. موضوع الاخطاء انك انت لما تجي تدير ابديت او تدير ريستور للايفون سواء اونلاين او عن طريق الكمبيوتر او اللي هو عن طريق الايتونز اونلاين، اللي هو انك تربط تليفونك، تليفونك يكون شغال ما فيش اي مشكله، وبتجي بتدير تحديث للتليفون نفسه لسوفت وير التليفون نفسه. عاده او في بعض الاحيان في بعض الناس السوفت وير ما يتمش، يعطاها في خطا. خطأ هذا يكون فيه ليه سبب، كويس؟ تمام. طيب مش هنتكلموا على سبب، هنتكلموا هنشرحوا شو معناها الأخطاء هذه. السوفت وير ما يكملش أو التحديث بمعنى أصح، لأنه هو طبعا أنت لما بتدير سوفت وير لتليفون مش حدير له ريستور، حدير له أبديت. تمام. والحاجة الثانية لما بتجي تدير له أبديت أو ريستور عن طريق الكمبيوتر، لما بتكون رابطة بالآيتونز وبتدير له أبديت أو بتدير له ريستور. تمام. لو في أي مشكلة عندك تبدا المشاكل، قد تكون سرعه الانترنت، قد تكون اليو اس بي، وصله اليو اس بي اللي انت تدير بها بسوفت وير، قد تكون مشكله في التليفون نفسه، حنتكلم عن الموضوع هذا باختصار، قد تكون مشكله عندك في الكمبيوتر نفسه. اي مشكله موجوده حيطلع لك ايرور، حيطلع لك خطا او ايرور، حيطلع لك ايرور رقم كذا. طبعا في عده اخطاء او في عده ارقام للاخطاء، كل خطا ليه عده يعني ليه عده حلول او ليه حل.
تمام. هذا معنى الأخطاء. والأسباب؟ كويس. الأسباب زي ما قلنا ممكن المشكلة تكون من اليو اس بي اللي أنت تخدم به مش كويس. طبعا هو الموضوع هذا ما يهمش يعني يهم المهندسين أكثر من هو يهم المستخدمين. لكن احنا نبغى نعطوا للمستخدمين فكرة عليه حتى أقل فايدة ممكن يتحصل عنه انه هو ما يتعرضش للاستغلال او يكون فاهم الموضوع. لان احنا نواجهه في مشكلة مع الزباين يقول لك التليفون كان شغال ما كانش فيه ولا مشكلة ولما انت بدي له سوفت وير صارت المشكلة. لا، هو التليفون يكون شغال طبيعي جدا، قد تكون في مشكلة لكن مش ظاهرة 100% انت او ما تشبحش فيها مشكلة، مثلا مشكلة في الشحن، مشكلة في مدخل يو اس بي بتاع الهاتف، لكن تصير تبان المشكلة لما بتجي انت تدير سوفت وير. تمام. متى يحتاج صاحب الايفون انه هو يدير سوفت وير؟ هو عادة لما بينزل ابديت، انت هو دائما شركة الابل ما تنزلش في ابديت جديد او تحديث جديد الا لما تكون بتعالج مشكلة سابقة. طبعا هي عندها منتديات وعندها صفحة الموقع بتاع الشركة وعندها تواصل مع المستخدمين بشكل كبير وبشكل دقيق. ديما تدور في المشاكل، ديما تبحث على حلول المشاكل، ديما تقدم في حلول المشاكل في وقت ممكن نقدر نقوله وقت سريع إلى حد ما بالنسبة مقارنة بالشركات الثانية. يعني ديما تتبع في منتجاتها تشوف شن هي الأخطاء، شن هي الحاجات اللي في السوفت وير، وعادة إن هي تصلح في الأخطاء هذه. فأنت مضطر إنك أنت تدير أبديت باش تتفادى المشاكل. هذا بالنسبة للأبديت. هذا بالنسبة للأبديت. هو شوف، هو الأبديت والسوفت وير شو معناه أبديت وريستور؟ أبديت إنك أنت مش هتمسح ولا شيء في التليفون، بترقي الإصدار متاع السوفت وير من إصدار تحديث. إيه، من إصدار لإصدار أعلى منه. الريستور إنك أنت بتعاود مسح السوفت وير القديم وبتنزل سوفت وير جديد. تمام. إيه طبعًا في ناس ما تبيش تدير سوفت وير جديد، لأن يعني طبعًا في اللي يستخدم في الجيل بريك أو يستخدم في برنامج السيديا. طبعًا تكلمنا إحنا مرة تقريبا كنت معاك على موضوع الجيل بريك واضراره. احد اضراره انك انت ما تقدرش تدير الابديت صحيح ولا تدير ريستور، حتضطر انك انت لازم تمسح اللي في التليفون بالكامل. ولو مثلا الشخص يشتغل زي ما تقول سوفت وير معين وقامت الشركه بتحديث سوفت وير جديد، يعني اوريدي مثلا يتغير من نفسه من تلقى نفسه ولا لا؟ هو ما يتغيرش. هو شوف، هو ينزل ممكن ينزل تلقائي على التليفون، لكن عمره ما حيدير ابديت تلقائي الا لما تعطيه انت الاوكي امر. ايه نرجع لموضوع الأخطاء. موضوع الأخطاء طبعا لموقع الشركة حتخش مهما يصير لك أي خطأ حيطلع لك الشركة حتقول، حتعطيك عدة نصايح اللي هم تستخدم وصلة يو اس بي أصلية، تستخدم كمبيوتر يعني يفضل أنه يكون أبل لأنه يتعامل مع السوفتوير ويتعامل مع أجهزة الآيفون والآيباد بشكل أفضل وأسرع، ينزل لك سوفتوير تلقائي طبعا هو في اي كمبيوتر، لكن الابل منتجات الابل او كمبيوتر الابل حتى لما بينزل لك اصدار جديد بيمسح الاول تلقائيا، فانت مش مضطر انك انت تقعد تختار عمليه يدويه. حتعطيك عده نصايح هي شبه النصايح هذه ثابته في جميع الاخطاء. تمام. الاخطاء زي ما قلنا قد تكون مشكله من يو اس بي، قد تكون من الكمبيوتر نفسه، ممكن عندك فيروسات او عندك اي شيء في الكمبيوتر كويس. ممكن تكون، ولكن الفيروسات عادة شركة الايفون محمية. شركة الابل محمية، يعني نتكلموا عليه بشكل عام، يعني نتكلموا مثلا اللي هو يستخدم في كمبيوتر اخر. قد تكون المشكلة من سرعة الانترنت، قد تكون مشكلة لو انت منزل السوفتوير نفسه من موقع تاني يكون مش معتمد او يكون السوفتوير ناقص. يعني في بعض الحلول للاخطاء متاع الايفون بلغتنا احنا في الصيانه نقولوا نزلها سوفت وير فرش. شو معناها نزلها سوفت وير فرش؟ تنزل السوفت وير يعني تنزله من الموقع او من الشركه نفسها للايفون او للجهاز مباشره، ما يكونش السوفت وير نازل عندك وانت نزلته اوريدي للجهاز. تمام. هذه احد تفادي المشاكل. يعني اتفضل. اوكي. انا كنت نبي نسال سؤال لكن اكمل يعني. طيب. طبعا تفادي الاخطاء. تمام. طبعا في بعض الاخطاء زي ما قلنا مرات تكون المشكله اللي احنا بنتكلم عن الحاجات المبدئيه اللي تخص المستخدم، مش هنخش في موضوع يعني موضوع الصيانه. قد تكون المشكله عندك لو انت عندك مشكله في تليفونك تخص التغطيه او تخص البطاريه او تخص الشحن، هذا كله لابد انك انت تراعيه قبل عمليه الابديت وقبل عمليه السوفت وير، لان هذا حيسبب لك مشكله اثناء السوفت وير. هذا بالنسبه للمستخدم. بس
طبعا بالنسبه للايتونز هذا اللي تحكي عليه ايتونز الايتونز ايه. يعني فقط في الجهاز الكمبيوتر بنقدر نستخدمه وننزله في الايفون اللي عندي؟ هو برنامج الايتونز. هو شنو هو برنامج الايتونز؟ انت كيف بتعرف تليفونك على الكمبيوتر؟ كل تليفون باش تعرفه على الكمبيوتر. ذاك لما كان عندي الايفون كنت ما نقدرش نستخدمه في هاتفي، تقريبا ضروري انه يكون مربوط بجهاز كمبيوتر. ما هو شوف هو شو تطوروا من نفسه ما طوروش. هو لا، هو طبعا برنامج الايتونز حتى هو ليه اصدارات جديده. يعني كل مره ينزل اصدار جديد. هو برنامج الايتونز برنامج ربط بين التليفون وبين الكمبيوتر، زي اي موبايل. اي موبايل انك انت لما بتربطه بالكمبيوتر يحتاج برنامج ربط. في السامسونج في اكثر من برنامج، في الايفون في اكثر من برنامج، لكن طبعا احنا نتكلم على البرامج اللي هي خاصه بالشركات المصنعه للاجهزه. يعني بالنسبه للايفون او بالنسبه لمنتجات الابل زي الايفون والايباد كلها تربط بالكمبيوتر عن طريق الايتونز. تقدر تحملها ملفات صور، ملفات موسيقى، فيديوهات، هذا كله تتحكم فيها عن طريق الايتونز، بتدير لها سوفت وير عن طريق الايتونز. بس متعبه شوي. والله هي مش متعبه، هي تبي اجاده الاستخدام. احنا دائما نفس الكلام نقوله فيه تقريبا في كل حلقه، المستخدم لابد ان هو يعرف على الهاتف اكثر من مجرد استخدامه. يعني موضوع اليوم هو ما يخصش مستخدمين، لكن احنا نبغى المستخدمين ياخذوا فكره عن الموضوع، لان لابد انك انت تكون عندك فكره اكبر. يا سيدي اقل شيء لما انت بتمشي تصلح تليفونك او بتدير له سوفت وير لابد يكون عندك فكره حتى على الكلام اللي بيقوله لك مهندس اللي قدامك. انا دائما نقول زبون انت من حقك تعرف. اكيد. ايه، في ناس تقول لك انت مرات تتكلم هلبة. لا، انت من حقك كمستخدم تعرف، في معلومات لابد تعرفها. لو انت ما بحثتش بروحك احنا المفروض نقدمها لك. صاحب الايفون او الايباد يعني لو حدثت له مشكله في احدى الاجهزه، كيف يعرف انه مثلا يحتاج لسوفت وير او يحتاج لموضوع اخر؟ شوف، هو عاده كل ما شركه الابل ينزل سوفت وير جديد، لما انت بتجي تنزل السوفت وير يكتب لك مسج يقول لك ان الاصدار هذا يصلح بعض الاخطاء في كذا وكذا وكذا وكذا. على سبيل المثال تجي على تليفونك، على تليفونك او على الكمبيوتر. انت مجرد ما تجي بتشرع في تنزيل السوفت وير بيطلع لك المسج بيقول لك راه الاصدار هذا معالجه لبعض الاخطاء في كذا كذا كذا. يعني كان في دائما او الكمال لله وحده، فعاده السوفت وير يكون فيه اخطاء او يكون فيه بعض المشاكل، فانت بتحاول تصلح المشاكل هذه بالابديت الجديد. تمام. مثلا لو حدثت مشكله اثناء تنزيل السوفت وير يعني نقدر نحلها بروحنا او ضروري نمشوا لشخص؟ حنعطيك بعض الحاجات. انت قبل ما تشرع في السوفت وير في الابديت او في الريستور لابد تعرف لو كان عندك مشكله في البطاريه. عندك البطاريه مثلا ما تقعدش مستوى الشحن المطلوب، لو كان عندك مشكله في الشحن، مدخل الشحن، انك انت في ناس تقول لازم نحرك مدخل الشحن، هذا كله بيسبب لك مشكله. لو عندك يو اس بي مش اصلي، تولين نتكلم لو بتنزل من الكمبيوتر كويس، لو عندك يو اس بي مش اصلي مش حينزل لك السوفت وير. ضروري من اليو اس بي تكون اصلي. ايه، اصدار السوفت وير، اصدار السوفت وير الخاص بالايتونز على الكمبيوتر عفوا لابد يكون اخر اصدار. هذا كله يخليك تتفادى المشكله. دائما المشكله ان انت بتتفاداها. حنقول لك نبذه مختصره عن السوفت وير. السوفت وير ياخذ تقريبا من 7 الى 10 دقائق. حنقسم السوفت وير الى ثلاثه اجزاء كويس. تمام. لو صارت طبعا احنا الكلام هذا اجتهادي مش كلام يعني احنا نحاول نجتهد ان احنا نوضحه بقدر كبير المستطاع. ايه، عن تجربه يعني. ايه بالضبط. لو حدث حنقسم السوفت وير لثلاثة أجزاء. تمام. كويس. لو صارت مشكلة في الجزء الأول، طبعا السوفت وير يمر بجميع دوائر، جميع الدوائر اللي في التليفون، يمر بدائرة الشحن، بعدين دائرة الباور، بعدين دائرة التغطية. حنقول لو صارت المشكلة في الثلث الأول من السوفت وير حتكون المشكلة في دائرة الشحن. دائرة الشحن تشمل البطارية، تشمل مدخل يو اس بي، تشمل قطع الأي سيات اللي لها علاقة بالشحن. الجزء الثاني اللي هو الثلث الثاني لو صارت فيه مشكلة حتكون علاقة حاجة لها علاقة بالباور. تمام. كويس. الجزء الاخير او الثلث الاخير لو صارت فيه مشكله حتكون المشكله لها علاقه بدائره التغطيه. سؤال اخير وبعجاله لو سمحت. طبعا الفيسبوك في اجهزه الايفون الاخيره تقريبا مش معرب ويعاني من الكثير. تمام. يعني في سوفت وير هو مش في سوفت وير، هو في اوبشن في التليفون نفسه
كويس مش متوفر في جميع الاصدارات بتاع السوفت وير. هو اعتقد انه حاليا ما عادش فيه الاوبشن هذا. قبل كان موجود بالذات في الايفون، لان نتكلم على الايفون. السامسونج موجود بالنسبه للايفون، مش في كل الاصدارات ومش في كل الناس تعرف. في ناس ما تعرفش ان في اوبشن في التليفون نفسه، وفي اوبشن نفسه المفروض ان هو في الفيس، لكن عاده لما يكون تليفونك انجلش الفيس مش حيتعرض. فهذا فما فيش حل. هو شو ما فيش حل ولا فيه؟ لا ما فيش حل. مش في كل التليفونات. مهندس رامي فؤاد، شكرا جزيلا لك لحضورك. شكرا لك. شكرا. فاصل قصير ونشاهد بعده. التواصل الاجتماعي والتسامح في شهر رمضان الفضيل وأثره على توطيد العلاقات الاجتماعية. صباح الخير مشاهدينا، يومكم مبارك ويومكم سعيد كالعادة. دائما في بداية كل حلقة نذكركم بأنكم تقدروا تشاركوا معنا بصوركم الصباحية على هاشتاج يوم جديد. يعد التواصل الاجتماعي بين الأسر في مجتمعنا الليبي خلال شهر رمضان المبارك السمة الأبرز فيه، ففي أجواء شهر الله الإيماني يتغير كل شيء وتكون النفوس قابلة للتغير والتغيير، وتتراحم الناس وتتسامح اغتناما لهذا الشهر الفضيل. لذا من المفترض أن نستثمر شهر رمضان الكريم في إحداث تغيير اجتماعي حقيقي بما يساهم في إنماء المجتمع ورأب الصدع الذي أعتراه بسبب الخصومات والمشاحنات. التقرير التالي يحمل المزيد. مع قرب شهر رمضان تتعزز القيم والفضائل ويبنى التواصل الاجتماعي والتقارب بين الأفراد والعائلات. شهر التراحم والتقارب تشهد لياليه لقاءات من البهجة والفرح يسودها المحبة والتسامح. اعتادت أسرنا في هذا الشهر الفضيل على صلة الرحم ليتحقق الانسجام بين روحانيات الشهر وتوطيد العلاقات الاجتماعية، وتطفو المشاعر والعواطف الإنسانية وتسمو القلوب وتنسى الأحقاد والضغائن والعدوات. كم نحن في أمس الحاجة للتقارب والتراحم والتسامح في شهر الغفران في ظل ما نشهده من تمزق لنسيجنا الاجتماعي بسبب الأحداث التي تمر بها البلاد. فحري بنا أن نسعى لاغتنام أيامه بالاجتهاد في نهاره وليله، وفي هذه الأيام تكون الفرصة سانحة لمد جسور التواصل بين الأقارب والأحباب. فليكن شهر رمضان بداية التصالح بيننا ونبد الخصومات وطي صفحة من الماضي امتلأت بالأحقاد وخلق أجواء تسودها الرحمة والأخوة والألفة، كانت وما زالت سمة مجتمعنا في الشهر الفضيل. والحديث أكثر حول التواصل الاجتماعي والتسامح في شهر رمضان ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب خبير التنمية البشرية والأسرية سيد خالد بعي. وصباح الخير سيد خالد. أخير أهلا وسهلا بكم، صباح البشائر إن شاء الله. يومك مبارك. الله يبارك. سيد خالد، شهر رمضان يعني عد من الأشهر المهمة جدا في عملية التواصل الاجتماعي. نعم. أولا نهنئ قناتكم الموقرة وكل الشعب الليبي بهذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهله وأن نكون من المغفرين لهم بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أختي الفاضلة، هو الترابط الاجتماعي يعني حاجة من حاجيات الإنسان، يعني في منظومة الدوافع عند الإنسان ما يسمى بخارطة الحاجيات عند الإنسان، أحد هذه الحاجيات هو الترابط الاجتماعي.
يعني الإنسان بطبعه الله عز وجل خلقه في شيء في داخله في وجدانه إنه هو يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى انتماء اجتماعي حتى يغذي هذه الحاجة، وهذه الحاجة إن لم تتغذى غذاءها الصحيح يجد عند الإنسان شيء من القلق ومن الاضطراب. فنحن مفروض يعني الأصل حتى في أمورنا العادية وشهورنا غير شهور غير شهر رمضان لابد الإنسان من ضمن برنامجه أن يكون عند هذا الترابط الاجتماعي بشكل معتدل. ولكن في هذا الشهر الكريم يزداد هذا الترابط، تزداد هذه الصلة، هي كما ذكرتم في تقريركم الجيد إن الإنسان يغل، هناك فرص، هناك نفحات جعل الله عز وجل للإنسان، يعني مناسبات ليست مناسبات عابرة، نعم هي للعبادة، هي للمغفرة، هي للرحمة، هي يعني هي علاقة بين العبد وربه، ولكن هناك فيها فرص. يعني لا يظن بعض الناس أنه هو يعتكف طيلة الشهر، فيه العشر الأواخر تكون اعتكاف بين العبد ولله عز وجل، ولكن في بداية هذه بداية أيام هذا الشهر لابد الإنسان لا يدخل على هذا الشهر إلا جلسة مراجعة حتى يقوم بعملية تصفية. تصفية من ماذا؟ من الشحنات السالكة، العلاقات للأسف الشديدة التي عشش فيها الشيطان. قد يخطأ الآخرين، أخطأوا معك، أساءوا إليه، هنا يبرز الخلق الحسن، الخلق الجيد اللي هو فيه العفو، فيه التصافح، فيه اللين. وهذه الأعمال بعض الناس يستهين بها، لكن هي أجر عند الله عز وجل عظيم جدا، وهذه تبين معدن الشخص. الشخص اللي نريد أن نرى معدنه وقيمته وأخلاقه الحسنة نراه في حالة عندما يساء إليه ماذا تكون ردة فعله. هذا يبان الخلق الحسن. وأنا يعني حتى ما ذكر في عليه الصلاة والسلام عندما يعرج العلماء على أخلاق الحسنة، كل المواقف التي يذكرونها أنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كانت ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فنتمنى أن احنا نستفيد، أو قبل أن ندخل في هذا الشهر تكون عندنا جلسات مراجعة وتصفية حتى ندخل هذا الشهر بنفسية إيجابية جيدة. نعم، هي أساسا سيد خالد يعني دائما في هذا الشهر تكثر حتى الزيارات العائلية، يكون في تواصل اجتماعي بشكل كبير جدا، يعني بالأخص أن تجمع العائلات كل الأسر في بيت واحد أيضا يأثر بشكل إيجابي على المشاكل حتى وإن كانت موجودة. ولكن نحن نريد ما نسميه نحن بالإدارة، يعني نريد هذه الزيارة تكون لها إدارة، ما تكونش عشوائية. إدارة من ناحية التوقيت، من ناحية التوقيت، وإدارة من ناحية الأهداف. يعني أتمنى كل أسرة عندها أهداف، يجلس الأب والأم إذا كان زوج أو زوج وزوجة فقط، أما إذا كانوا عندهم أبناء يجلسوا الأبناء. عندنا هذا الشهر بغاية في خط العبادات والخط الاقتصادي وكذا، خط ما تفضلت به اللي هو الترابط الاجتماعي وصلة الرحم. هناك مشاحنات بيننا وبين أسرة عيد فلان، فماذا شنو نديره؟ ممكن ناخذ معنا هديه، ممكن في اي توقيت، هل ممكن تكون هناك مقدمات؟ تكون في اداره حتى لما نخرج لهذه الزياره لهذه العائله، حتى اذا كان في ردات فعل غير جيده كيف نتقبل هذه ردات فعل؟ والله نلم روحه، ما دمنا حطينا هدفنا هو صله الرحم هو الاجر فلا بد ان تحمله. لو انهم جبدونا ماضي فيه اشياء هيك تؤثر، معلش نتحملوها ونصبر، لأن نحن انطلقنا لأجل تحقيق أهداف لابد نرجع للبيت ونحن حققنا هذه الأهداف. كذلك نديه إدارة للنقال، الاتصالات عندها مثلا كل يوم تبي تتصل بأسرة أو أسرتين حتى نطمنوا عليهم، تكون في إدارة جيدة لهذه الوسائل حتى نحقق في نهاية رمضان فعلا لقينا ترابط اجتماعي، لقينا لحمة، إذا لقينا صلة رحم وتضاعفت الأجور في هذه الحالة. نعم، حتى الأبناء في هذه الحالة أستاذ خالد يعني على الأغلب يكونوا مبسوطين بزيارات الأسرة، بتفاعل الأب والأم مع باقي الأسرة، يعني زي بيت الجد، بيت العم، بيت الخال، فيكون في يعني تواصل، وفي نفس الوقت زرع للمحبة والتسامح حتى من خلال الأبناء. نعم، وهذا الدور، هذا الدور على الأب والأم كلما يعني رزقوا بمولود أو مولودة ووجدوا آبائهم وما حتى في حديث ما سمعنا من الآباء والأمهات يتحدثون عن المشاكل الاجتماعية
أمام أبنائهم. إذا كانت في مشكلة اجتماعية في العائلة يتحدثوا عن عيوب الآخرين أمامه، يتحدثوا عن المواقف السلبية، فهذه تشكل يعني تعمق الجرح، وفي نفس الوقت تبني صورة ذهنية سلبية على الأقارب، وهذه مشكلة حتى لما تصلح أنت بينك وبينهم تظل هذه الصورة مشوهة موجودة عندهم. فأتمنى المشاكل لا تعرض أمام الأبناء والبنات، بل بالعكس كما تحدثت في سالف ذكري حتى في حلقات ماضية، أتمنى تكون عندها خطة الأسرة من ضمن خطة الأسرة اللي هي تقوية الترابط الاجتماعي وصلة الرحم. أنا يوعى الأبناء والبنات على أن رأوا الترابط الاجتماعي مهم، وصلة الرحم مهمة جدا مهما كانوا الآخرين قد عندهم من السلبيات، ولكن نحن دورنا يكون في بيناتنا ترابط، لا نأخذ منه السلبيات ولكن لا نقطع صلة الرحم بحجة هذه السلبيات وهذه الاجتماعيات. نعم أستاذ خالد بعيون خبير التنمية البشرية، شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعده. مدى تأثير الظرف الاقتصادي الراهن على عاداتنا في شهر رمضان؟ في حلقة اليوم نناقش الموضوع. اعتادت الأسر الليبية قبل قدوم شهر رمضان الفضيل الاستعداد له لشراء الحاجيات من المواد الغذائية والسلع واللحوم، كل بحسب قدرته، لكن ما تعانيه البلاد اليوم من نقص في السيولة وغلاء الأسعار سيؤثر بطبيعة الحال على هذه العادات. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل. ما أن يشارف شهر الخيرات كما اعتدنا على تسميته بالقدوم، حتى يتسارع الناس إلى الأسواق لشراء حاجياتهم من السلع والمواد الأساسية وسط أجواء من البهجة بقدومه. وعلى غرار الأسر العربية والإسلامية، الأسرة الليبية تستعد لهذا الموسم الديني بكل ما يتطلب من مأكل ومشرب كاستعدادها لغيره من المواسم الدينية الأخرى، منفقة الأموال كلا بحسب أوضاعه وقدرته المادية. غير أن ما تعرفه البلاد من ظرف اقتصادي صعب ونقص في السيولة حال دون حصول المواطن على مرتبه، الأمر الذي ألقى بظلاله على حياته المعيشية. غلاء الأسعار زاد من أثقال كاهل رب الأسرة لتتأكد أهمية عدم المغالاة في التبذير والإنفاق في ظل الوضع الاقتصادي العصيب الذي تعرفه الأسر الليبية خلال الشهر الكريم، كونه واجبا شرعيا يحتم على الأسر الليبية أن تنحو نحوه سواء في حالة الضيق أو الرخاء، إضافة إلى نشر ثقافة العطاء ومساعدة ذوي العسر. فهل يدرك ذو السعة الحكمة من الشهر العطاء؟ وللحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا في الأستوديو السيدة إيمان المغربي. بداية سيدة المغربي صباح الخير. السلام عليكم. صباح وعليكم السلام ورحمة الله. سيدة المغربي، بداية استقبال الناس لشهر رمضان الكريم بين إعداد الحاجيات بين التبذير والإسراف، كيف يستقبل شهر رمضان الكريم، وخاصة يعني أن هذا الشهر ربما شهر العبادة وشهر الصيام، ولكن يعني هناك عادات متعودة عليها الناس؟ بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دعني أعرج قليلا بما كان يستقبل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية كل شهر، هل من دعاء خاص لاستقبال الشهر؟ وهنا في عبارة ما بين ظفرين يجب التنويه عنها، يقال رمضان كريم، هذه تسمية خاطئة. الكريم هو الله عز وجل، نقول رمضان الشهر الفضيل، نقول الشهر المبارك، أما كلمة كريم لا، يقولك رمضان كريم والله أكرم، هذه تسمية غير صحيحة ولا يصح إطلاقها بهذه الصورة. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى الهلال كان يقول ربي وربك واحد يا هلال، اللهم هله علينا بالخير واليمن والبركات، فنسأل الله أن يهل علينا شهر رمضان بالخير وعلى بلادنا وبلاد المسلمين أينما كانوا. هذه بداية. الأساس في إسراف أو في اشتراء حاجيات هو الخروج بالشهر الكريم الله عز وجل عن مساره، البشر خرجوا عن مساره.
أو على ما فرضه الله. الصيام هو ركن من أركان الإسلام. الصيام شهر فيه عبادات رائعة، عبادة الصوم، فيه سنن، عندها أحكام عظيمة، فيه ليلة خير من ألف شهر. سبحان من اصطفى رمضان كشهر عن باقي الأشهر، وصف فيه ليلة هي خير من ألف شهر. رمضان شهر الصيام، لما يتغير أو يغيروه بعض من البشر للأسف أو من المسلمين من شهر صيام يحولوه إلى شهر طعام، ومن يستقبل رمضان كشهر عبادة ويفرق عن من يستقبل رمضان كشهر عادة. إن اعتاد الناس أن إيجاي رمضان منصيم وهو صائم، إيه بناخده قضية رمضان، ما هي قضية رمضان؟ طبعا كله ينصب للأسف، حصر رمضان في المطبخ، حصر رمضان في التسوق. الله عز وجل يريدنا ابتغاء الحكمة العظيمة من تشريع الصيام، الإحساس بالجوع، إحساسنا بجوع الآخرين، ما ليجد لا طعام ولا مأوى ولا ماء. ونحن نعلم يقينا أن بإذن الله في أذان المغرب بيأكل الإنسان ما لدى وطاب، في اللي ما يلقاش ما يأكل على مدار اليوم. طيب المغرب كيف والعشاء يعني. نعم سيدة المغربي، كيف يكون التوازن ربما في تحضير الحاجيات لشهر رمضان الكريم، وكيف الاستعداد لشهر رمضان كشهر عبادة وشهر صيام؟ لو فعلا استقبلنا رمضان كشهر عبادة لكنا في غنى على الازدحامات وعلى الاختناقات التي نراها، وعلى للأسف بعض الأنواع من الناس أو مع الدعاية الإعلامية، لأن إعلاميا حصريا في رمضان كل السوء سيبت حصريا في رمضان. إعلاميا أكل ومطابخ وتجهيزات وغيرها لرمضان، أصبح يوحو للناس وأنه عبء مادي. رمضان بيدخل بالمصاريف، هو في تقنين المصاريف، لكن إحنا عكست عندنا الآية. أصبح شهر للتسوق للأسف، يعني مهرجانات التسوق تقام في رمضان، والإنسان محاسب ومسؤول على كل دقيقة وثانية. أصبحت الدعايات السلبية تبت من بينها، هنا صراحة أنتهز هذه الفرصة، يقولوا أن رمضان العام هذا سيكون أطول ساعات في الصيام كل سنة يقولوا. الله يبارك فيك. من جهة الصيف العجيب أن لما يبتون الرسالة السلبية هذه أن هذا رمضان أطول رمضان، نفسي الإنسان شم بيشعر؟ يشعر أنه فعلا نهار طويل جدا. يا عجيب الأمر، كم حيفرق عن رمضان الماضي أو الذي قبله دقائق؟ يعني بالمعظم في ليبيا نصيبه في 15 ساعة، 16 ساعة بتزيد معها مثلا نصف ساعة. نفسهم اللي عدوا على رمضان وحاسديننا في هالساعات متاع العبادة اللي نسأل الله الإخلاص في هذا الأمر، عمرهم لا يعدوا في ساعات المسلسلات ولا ساعات المباريات ولا الساعات اللي يقضيها الإنسان وتخرج من حياته هباء منثورا، هذه ما يعدوهاش، لكن يعدوا في ساعات العبادة. هذا للأسف يعني من أكثر الأشياء أو الرسائل السلبية اللي كما أسلفت التي تبت ويحاولوا ترسيخها للناس. طيب دور المرأة في شهر رمضان الكريم، يعني هي المسؤولة ربما عن كل الوجبات في شهر رمضان وفي في في يوم رمضان، كيف حتقسم نفسها بين العبادة وبين يعني تحضير الحاجات الضرورية والإفطار في شهر رمضان؟ هي المرأة هو التحويل، لما للأسف لما تكون فعلا عندنا العادات السيئة هذه، واللي صراحة ما يستطيع الإنسان تخلص منها ما بين لينا بين عشية وضحاها، الأمر يحتاج إلى عزيمة من النفس أنني عندي شهر عبادة، شهر قرآن، شهر القرآن اللي بنقرأ فيه القرآن قراءة تعبد وليست قراءة المهم ينتهي الإنسان من الصفحات وبعيد المصحف بعدين، أو تفاخر بعدد الختمات. شهر نقول لي أخواتي ليس شهر لتصوير أفطورنا وعشانا وصحورنا، وهذه من يدياتي وهذه من هالمسميات اللي الآن أصبحت منتشرة، وصوروا وحطوا في الفيس ونزلوا الله المستعان، اللي يدخل فيها التفاخر، اللي يدخل فيها عدم مراعاة ما تمر به بلاد المسلمين عموما وبلادنا صراحة عليه، من ضمنهم من ضائقة، من هو نازح، من هو مهجر، من مدن الحروب الطاحنة الآن. دور الزوجة يعني أعانها الله صراحة، لأنها واجب عليها من ناحية تلبية الطلبات اللي ما تستطيع رفضها من رب العائلة من الأبناء، وأيضا قلبها يشتاق إلى كتاب الله ويشتاق إلى التراويح، تجد أن السيدة قد أنهكت عن وصولها لصلاة التراويح،
فنقول لها وازني الإنسان يجدد النية لله، خدمتك في بيتك انوي بها ان تهيئة البيت المسلم للعبادة، طعامك اللي طيب فيه وجهزي فيه صحيح لعائلتك، ولكن خلي نيتك الصادقة ان هذا الطعام من طعام افطار الصائمين. نصيحة ايضا حتى نتمناها للجميع من قبل حتى دخول الشهر الكريم، نلتفت ذات اليمين وذات الشمال من العائلات المحتاجة اللي بجوارنا، الاقربون اولى من المعروف، هل هم من العائلة، هل هم من المنطقة، من الناس اللي الذين يحسبهم جاه الاغنياء من التعفف، ما يبينوش انهم محتاجين او شيء، ولكن يقولك مثلا عنده معاش، المعاش وينه، او مثلا بذكر سيدة المغربي بذكر المعاش وبذكر الوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي السنة هذه ممكن في ليبيا ربما الأسوأ قبل شهر رمضان، كيف يتم التعامل مع شهر رمضان في ظل الوضع الاقتصادي السيء ربما في البلاد، وخاصة أن أغلب الناس ما تخدش في مرتباتها، كيف يتم التعامل مع يعني الجيران مثلا من نازحين وكل المحتاجين، خاصة أن شهر رمضان يعني قريب جدا؟ عندنا عائلات لا توجد في مدنها الآن، أرحم معززة قوم دل في يعني النازح، لا يعني إنه إنسان أصلا كان فقير في مدينته، يعني هم بالاختلاف يعني نعينوهم دائما. أذكر نفسي وإياكم عندها المحن وأمواج هالضغوطات اللي يعصر في الشعب الليبي الرائع، سبحان الله العجيب، كل العمالة تأتي وتتقادف علينا، هجرة شرعية وغيرها، ويجد في ليبيا منجم صراحة إلا الشعب الموجود فيها، كان الله بش نحول الموضوع سياسي الآن. ولكن الأمر المؤلم اللي علاجه والبلسم ليه ما هو؟ في السماء رزقكم ما توعدون وما توعدون، الله عز وجل قال لنا أن رزقنا في السماء، لا في مدير مصرف مسكر على السيولة، ولا حكومة تخنق في عباد الله وتضيق عليهم في قوتهم. تذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا ثلاثا على الحاكم اللي يضيق ويشق على الرعية امتعر، أو يعني رسول الله داعي عليه، وهذه من الأمر النادر، رسول الله ما يدعيش إلا في مواضع معينة. فنقول لهم جميعا رمضان يأتي برزقه، أحسن الظن بالله بإذن الله حيمضي كشهر عبادة، شهر عبادة، نستقبل رمضان كشهر صيام وليس شهر طعام. دائما صراحة مني ما كانت السيولة من السنين الأولى أو غيرها، دائما النفس البشرية تشعر أن في ضايق، طبعا يقولون معه عيد ومعه مدرسة، دائما سبحان الله منغصات الدنيا يحاول أو ربطها برمضان، وهذا أمر لا يصح أبدا. أيضا لأم العائلة نحاول أنها مثلا ربط الموضوع بمنزلية وغيرها، لا نحاول مثلا سجادة جديدة لبنياتنا وأبنائنا، طبعا البنيات إنهم اللي بيصلوا في البيت والشباب ليهم المسجد، يا رب العائلة بأقل ما يكون اشتري لهم أتواب صلاة جديدة باش يمشوا بها للتراويح، علمهم شو معنى أن التضامن هذا بدون جدالات بالله عليكم سياسية، ولا هذا علاش طالع ولا من أي مدينة وأنت لهجتك من منين جاي ومع الصف، رجاء نبتعدوا عليها السفاسف، يعني خلوه للمؤمن حين فطره دعوة لا ترد، وفي رواية للصائم حين فطره دعوة لا ترد، وللصائم أثناء صيامه دعوة لا ترد، باختلاف الروايتين. فهذا يعني نلتجئ فيها إلى الله عز وجل، ما ينسى الإنسان نفسه من الدعاء وإخوانه المسلمين. أيضا التكافل الاجتماعي في أروع صورة، دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الأجر العظيم لإفطار صائم، إفطار صائم اللي نقرأ في بعض الإعلانات الآن للجمعيات بتستهدف العمالة. نصيحة، العمالة أي نعم مغتربين، ولكن عندنا أولويات، عندنا أيتام، عندنا فقارة، عندنا أرامل، عندنا مطلقات، عندنا من أبنائهم الجبهات، عندنا من غاب عنهم العائل، يا عائلات يلي تفتقدوا إن في المواد التموين اللي ناقص عليكم، عندنا عائلات تفتقد في رب العائلة غاب أخذه الموت، عندنا تفتقد في شباب كانوا معاهم ومن أسرهم، عندنا ناس تفتقد في مدينتها أنها صايمة غير في ولو كانوا في بلادهم لله الحمد. إذا هنا راهي نهونوا على أنفسنا، راهو الأمر عظيم. العمالة نعم. كما أسلفت أي نعم هم مغتربين، لكن لازم نراعوا فيهم اللي مش مسلمين. نعم. عندنا أولويات لإفطار الصائمين، أبحثوا عن الناس اللي مش حتلقوهم يسألوكم لا في إشارات ضوئية ولا لا ولا غيرها أبدا، ولكن نحن مسؤولين عن البحث عنهم لنعينوهم على استقبال نعم. الشهر كما ينبغي بإذن الله. سيدة أيمان المغربي كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك على حضورك. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.